بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Adding Web Objects، الويب أوبجيكتس واحدة من ضمن التولز الجميلة جدا في البرنامج. من قائمة Insert يا جماعة هنروح على Web Objects، فبيقول لي اديني الأدرس، فين الويب أدرس بتاعك؟ أنا عن نفسي يا جماعة نسخ صفحة جوجل و هلصق الرابط بتاعي، أو لو أنا كان معايا ملف من بره Just Material من بره هبتدي اعمل سيلكشن عليها واقول له اه خلاص ماشي سيلكشن على القصه ديت رايت اوكي. انا نكنسل واقول له ان انا معايا ملف اوريدي مرفوع على الشبكه، يعني الملف بتاعي مش موجود على لوكال، لا اوريدي مرفوع على الشبكه. بعدين ابتدي اعمل تيست لينك، فبيقول لي عشان يحاول يعمل تيست يجرب، فبيقول له والله ديت مش هتبتدي تتعرض في الفريم، الافضل انت تخليها في كده يعني. بقول له خلاص ماشي خليها لي بدل ما تبقى ديسبلاي انسايد على نفس السلايد، على نفس السلايد يعني، لا لا انت تفتحها لي في براوزر، في صفحه براوزر تاني، فبتحدد الكنترولز بتوعك وبتحدد الحجم بتاعك وكده. انا عن نفسي اخليها ديسبلاي انسايد واقول له والله اوكي. جاست بعدين هدول له بريفيو، هعرض المشهد بتاعي. طيب انا هبتدي نوقف العرض، ابتدي اقول له والله هسيف كنترول اس وعليها مره تاني واقول له اوبن، هلاقيه يفتح لي الصفحه بتاع اللي انا كنت ناسخها اللي هي صفحه جوجل يعني. بقيت الجانب بتاع اللي الويب اوبجكتس يعني. طب خلونا نوقف ونرجع لإيديت مره تاني ونقول له display in browser window اوكي، ونعمل بريفيو، الاقيه يعمل لي زي بريفيو بشكل مصغر للي هيحصل معايا على البراوزر ويندو بتاعك. ده واحده من ضمن النقط الجميله والفيتشرز الجميله في البرنامج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.